مرحبا بكم الناس الكل. سمعنا بدشرة أول فيلم رعب في تونس، سمعنا عليه حديث كبير برشا وقالوا اللي هو فيلم ممتاز ورعب غير عادي. قعدت نستنى في أول فرصة باش نتفرج عليه، وهذا اللي صار. أمس مشيت تفرجت عليه في مهرجان صفاقس الدولي في المسرح الصيفي بصفاقس. الحقيقة جاو الممثلين الكل، وجا المخرج عبد الحميد بوشناق وقال كلام باهي برشا على الببليك وعلى كل شيء. تو تلقاو الفيديو اللي حكى فيه عبد الحميد بوشناق، تلقاوه في الديسكريبسيون. ما عليناش، دينا تفرجنا على الفيلم. صون غير عادي متاع فيلم رعب عالمي، ليماج روعة برشا، كاليتي ديماج ممتازة برشا، وحتى من الإخراج طريقته مختلفة. عبد الحميد بوشناق أبدع في الإخراج، مركزش على الشخصيات قدر مركز على بعد الكاميرا عليهم وبرشا حاجات. تحس انه المخرج ابدع في الفيلم هذا. بالنسبة لي اول فيلم اخرجوه عبد الحميد بوشناق. كما قلنا الكاليتي دو سون روعة برشا، متاع فيلم رعب عالمي، ليماج غير عادية. اما اللي لاحظته ثم بريسك خمسة شخصيات، مع ما كثرش عبد الحميد بوشناق في الشخصيات، وهذا يعود على أسباب إنتاجية ومادية. نعرفوا اللي عبد الحميد بوشناق باع اللي وراه واللي قدامه باش عمل فيلم كيما هكا. نحيوه على الإنتاج وهذايا، ويعطي الصحة وإن شاء الله يواصل. هذا مخرج كبير ومبدع، وإن شاء الله يشرفنا في المحافل الدولية. ومخرج جان ماذا عمره 30 عام ولا أكثر بشوية، إن شاء الله يزيد يعمل الأفلام كيما هكا ويخرج للعالمية، علاش لا. نتعداو شنو صار في الفيلم. قصته غير عادية، ننصحكم باش تفرجوا عليه. كونو دي مع دي ستوديون باش يعملو بي اف ام تاعهم، قعدوا يلوجوا على فكرة. اكتشفوا ان شاء الله ومشيو تفرجوا على الفيلم شنو هي الفكرة ووين الرعب في الفيلم. ولو انه عندي ملاحظة صغيرة، ثم كلام احرش في الفيلم، كلام احرش شوية كيكا، وجمهور تفاعل معاه اكبكم كوا معناتها كلام خايب كذا ما حقوش يتقال. واحنا نعرفوا بريسك الشعب كله كلام احرش وكلام زايد، و ما تعداو الحكايه دي. هو عبد الحميد بوشماق حب يوصل الفكره، حب يقرب الصوره لجران ماكس، حب يحطها واقعيه اكثر ما يمكن. هذاك علاش استعمل الكلام الاحرش، وكان موجود وموجود في لازم نكونوا واقعيين، معناتها واللي موجود موجود. ولو انه معناتها للعائلات، معناتها واحد يقعد مع عائلته كذا في المسرح يمكن يتقلق شويه، معناتها ما عليناش. كنا كلام احرش، ثم رعب في الفيلم، ثم زاد كوميك وكوميدي في برشا مرات، وهذا حاجه غريبه في فيلم رعب موجوده. حصيله فيلم باهي الحقيقة، كأول تجربة لعبد الحميد بوشناق، أول فيلم رعب يتسمى، كاليتي متاعو ممتازة، تنجم قريبة للعالمية. كان خدمة أكثر وماديات أكثر ينجم يوصل الحاجة باهي ياسر. ننصحكم تفرجوا على الفيلم، فيلم ما يتفوتش الحقيقة. وتو تشوفوا النهاية ماهيش عادية. ما نحرقكمش الفيلم، ان شاء الله نمشيو تفرجوا عليه. ولو انه في المسرح الصيفي الصان قوي برشا، قوي 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 برشا، معناتها ممكن فو تكنيك من المسرح ولا ماش عارف. الصوت قوي برشا، قاعد في الاخر بالكل والصوت يوصل ليزرزع، معناتها يقلق حتى المتفرجين معناتها الكل ما تقلقوا الحقيقه. ان شاء الله تدارك الوضعية هذه. وشو مش تقول لكم، تحبوا تفرجوا على فيلم دشرة، ننصحكم قولوا لهم نقصوا في الفوليوم. ويعطي الصحة عبد الحميد بوشناق، وفيلم باهي الحقيقة. وإلى اللقاء إن شاء الله في فيديو جديد من عالم أمين. إلى اللقاء.